صباحكم سعيد، اهلا ومرحبا بكم مستمعين على امواج راديو دوزا. مرحبا بكم في كل اسبوع لنهار اليوم بمعيه سنابيل عياشي. صباح الخير. صباح الخير سميره. كيف الاحوال؟ بدايه اسبوع موفقه لكل الجميع ان شاء الله. يا ربي امين. نتمنى ان كل المستمعين معنا كانوا في لي فواتور ديالهم، كانوا في البيوت ديالهم او في مكان العمل، يكونوا معنا في الاستماع ويستافدوا شي شويه من اجل الصحه ديالهم. غادي نتكلموا اليوم ودائما في اطار التغذيه على عدد الوجبات اللي خاصها تكون في النهار اليوم. واش ضروري خاص تكون ثلاثه الوجبات؟ واش ضروري من وجبه اللمجة او الكوتي؟ هادشي اللي غينورنا فيه سنابيل عياشي. اش ظهر لك؟ مرحبا سميره. احنا دائما نزولا عند الاسئله بطبيعه الحال ديال المستمعين. هذا هو الدور ديالنا في الحله الجديده من كل اسبوعين، هو الاجابه على الاسئله ديال المستمعين ديالنا. دونك هذا سؤال ورد هنايا عبر الفيسبوك. نعم. تنشوف بان السيده تتسول جوستومون واش ضروري تاخذ ثلاثه ديال الوجبات في النهار، واش الى زادت وجبه او نقصت وجبه تاثر هذا الشيء. نعم. على الصحه ديالها وكذلك على الرشاقه ديالها. مهمه. نعم. راه كاتبها اكيد. فسؤال، نعم هذه النقطه اللي هي مهمه، وعدد الوجبات في اليوم. اكيد ان النصيحه اللي كان ديال عدد الوجبات في اليوم هي كانت مباشره على واحد الوقيته في سنوات السبعينات الثمانينات اللي كان هناك مشكل خصوصا ديال النقص في التغذيه، ماشي ديال الزياده في التغذيه. الان يعني النصائح اللي تنعطيو فيما يخص عدد الوجبات، فماشي ضروري يكونوا ثلاث وجبات في اليوم، وخصوصا مع التوقيت المستمر، خصوصا مع التغير الان ديال الامراض اللي اصبحت. ما بقاش عندنا امراض ديال النقص في التغذيه، ولا عندنا امراض ديال الزياده في التغذيه، يعني ماشي لا سوز اليمونتاسيون ولا سور اليمونتاسيون. وطبيعه الحال هذا تيفرض علينا اننا نعطيو نصائح للتغيير على حسب اشنو كاين، يعني الجوده على حساب العدد. نعم فعلا فعلا، هذه نقطه مهمه ديال لا كاليتي اي نون با لا كونتيتي، الجوده ديال الاكل اللي غادي ناخذو. بزاف الناس يحطوا اللوم على عدد الوجبات في السمنه، تيقول لك حيت تناكل غير جوج الوجبات جو سوت ان روبا، لان بزاف ديال الاخصائيين تيقول لك يفو با سوتي ان روبا، ما خاصناش نتفاداو او ما ناكلوش وجبه من الوجبات الثلاث ديال اليوم. فاش يغلطوا تيقول لك حيت مثلا ناكلش وجبه من الوجبات وبالتالي تنغلط. هو ما خصناش نسوطيو لو روبا، ولكن ما خصناش خصنا نتفاداو حتى الكرينيوطاج اللي تيأدي لو فيت دو غرينيوتي توت او لون دو لا جورني، هو اللي تيأدي لهذا المشكل. حنا اشنو تنصحوا؟ الفطور هو الوجبه الرئيسيه اللي ما تنهضروش عليها. ابخي تيبقى عندنا الاختيار ما بين الغداء والعشاء. هنا وجبه فيهم اللي غادي نبغيوها تكون وجبه رئيسيه. هنا الحل الوسط اللي تلقاو ان ربما نديروا واحد الغداء اللي يكون معطل شي شويه، مثلا مع الخمسه او مع السته العشيه، يكون وجبه فيها غداء وفيها عشاء في نفس الوقت. ولكن ما بيناتهم السؤال اللي يكون مطروح، واش نقدر ناكل شي حاجه ولا لا؟ ما بين الفطور وهذا الغداء معطل. مثلا فطر الصباح مع الثمانيه وغياكل مع الخمسه العشيه، هي لوجيكمون راه ما صعيباش، لان في رمضان راه تنديروا اكثر. ولكن عندك خصهم يكونوا مولفين، لان علاش عندك 8 السوايع ما بين فطرتي مع 8 وغتغدى مع 4 د العشيه، فعندك تقريبا 8 ساعات. هذيك 8 ساعات بطبيعه الحال الا كنا مولفين، ولكن حنا ماشي هادين باش تنصحهم، سبا غراب، ممكن اننا ناكلوا بيناتهم. غير هو بطبيعه الحال الاكل اللي غناكلوا بيناتهم، فممكن ناخذ فواكه مثلا ما بين 8 معايش كاع غناكل مع 12 مثلا، غناخذ جوج فواكه مع الجوج، نقدر ناخذ كاع اون سالاد ما عنديش مشكل. ممكن بطبيعه الحال ممكن مع اربعه ناخذ واحد جوج تميرات ولا ثلاثه، ومع سته غادي نتغدى وغادي نتعشى بهذه الطريقه ونحبسوا. ممكن مثلا من بعد تغدينا مع ستين، تغدينا تعشينا مع ستة، صافي با ترو دو غرينيوطاج هادشي كامل، يعني ولكن سي دو بون غرينيوطاج، سي دو بون غرينيوطاج اللي غادي يساعدني باش نصلح شنو عندي لداخل. منين غناخذ التفاحه مثلا مع 12، هذوك اللي فيبغ اللي عندها لداخل غادي يجيبوا لي يحيدوا لي داك الشحمه وداك اللي دام اللي عندي في الجسم ديالي. منين غناخذ لا سالاد غاد سي اون سورس امبورتون ديال لي فيتامين ولي سيل مينيرو، فهو غرينيوطاج ولكن ايجابي، ولا ما تيجيبليش سعرات حراريه كثيره. ولكن ملي تنزل على دو كاري دو شوكولا ولا تمشي تاخذ واحد كاطو باتيسري، مالوغوزمون واضح. هادشي تيهم الناس الاسوياء طبعا واللي في راشدين في العمر. نعم. ماذا عن الاطفال وما عندهمش سمنه؟ راه الا كانت هناك سمنه بالعكس تيولي العكس،
خاصك تاكل بزاف الوجبات. علاش؟ لان ما تنتفاداو نتوحوا في الجوع باش ما يدخلش بزاف في الماكله. بالنسبه للاطفال تتختلف المساله، تتختلف، خاصهم ثلاث وجبات ونقدروا نزيدوا وجبه واحده اخرى الثانويه لوجبتين، لان دائما تنقولوا بان الهدف ديال التغذيه عند الناس الكبار هو الاصلاح واعطاء طاقه الى اخره، ولكن عند الصغار كاين هادشي كامل وتزيد عليه النمو، وبالتالي فالاحتياجات ديالهم هي اكثر واكبر من الاحتياجات ديالنا حنايا. واضح. شكرا لك سي نبيل العياشي، نتلاقاو غدا ان شاء الله دائما في كل توعان على امواج جديده. زعما ما تنساوش تواصلوا معنا.